السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا بكل خير. لكزس ار اكس موديل 2023، الجيل وشكل الجديد كليا، اضاءة خلفية الاي دي كما تلاحظون. ستتوفر سيارة لكزس ار اكس موديل 2023 بمحرك من 4 اسطوانات بسعة 2.4 لتر وبقوة 279 حصان وعزم 429 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. وهناك نسخة أخرى هايبريد بقوة 249 حصان وعزم 316 نيوتن متر. وهناك محرك ثالث يأتي 4 اسطوانات بسعة 2.5 لتر وثلاث محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 306 حصان. وستتوفر السيارة بفئة هايبريد اف سبورت عالية الأداء بمحرك 2.4 لتر تربو بقوة 372 حصان وعزم 550 نيوتن متر. بالنسبة إلى الأسعار، سوف تبدأ أسعار لكزس ار اكس موديل 2023. النسخة القياسية سوف تبدأ ب 217,000 ريال سعودي، وفئة الاف سبورت سوف تكون بسعر 243,000 ريال سعودي، والفئة العالية بدفع رباعي سوف تكون بسعر 262,000 ريال سعودي. لا تنسوا متابعينا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم، انتظرونا في فيديوهات قادمة إن شاء الله.